تبارك الله ما شاء الله الاخوان كما كتشوفوا راهو ولدوا ليا النهار هذا شي معزات ما شاء الله معزات ممتازات النوم هادي تبارك الله كما كتشوفوا الاخوان اللهم بارك درا عاد عزلتهم دخلنا ولادهم كيفاش كيرجعوا كيقلبوا على ولادهم ولادهم راه دخلناهم المرضعة الاصطناعية ينكي الكلبة راها تما يا حبساهم ينكي 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 لايك بينك 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 لولي لولي بينك ندخلهم غنحلبهم هادو هما اللي كنحلبها الاخوان مسكينه راه معذبه هاد الضرع هادي صافي بعد ما كيرضعوا ولادهم اللبا راه كنجيبهم كنحلبهم الاخوان ولادهم كيبقاو تما في المرضعه الاصطناعيه ما شاء الله تبارك الله الرحمن الاخوان كما كتشوفوا هذا المعزه هي اللي ولدات هذه الاخوان راه ولدات البارح وهذا الصباح حيدنا لها عزلنا عليها الجديان ديناهم للمرضعه الاصطناعيه وهي جاتها نحلبها كما كتشوفوا ما شاء الله لان كاين بعض الاخوان الله يهديهم كيقول لك راه كنخليو المعزه كتجمع الحليب ديال 3 ايام ولا 4 ايام باش نصوروا لكم فيديو هذا راه غير صحيح الاخوان المعز هاد الملاقيني والحلوب ما شاء الله راه فيه بعض المعزات راه ما شاء الله تبارك الله الرحمن كيكونوا عرق الحليب وكيكونوا يعني منتجه واحد الكميه كثيره مثلا بحال هادي الاخوان من بعد ما غتحلب غادي نقول لكم شحال عطاتنا من ليتر شوفوا ما شاء الله المعز دابا يعني في هاد الفتره هادي من بعد الولاده راه كيكون الانتاج درا اول ولده ليها هادي راه فيها الحليب هادي هادي راه ولدتنا في خونيو هادو المعزات اللي ولدوها الاخوان يعني راهم كيختلفوا دابا المعز حاليا في هاد الفتره هادي راه كيحلبوا يعني حلبه وحده في اليوم كاينه كتحلب 3 لترات كاينه كتحلب 2 ونص لترين ونص كاينه كتحلب 3 لترات 4 لترات كل وحده واش كتحلب يعني المعز راه كيختلف ماشي كله بحال بحال في الانتاج لاحظتوا تا الضرع يعني راه مختلف تا الضرع الشكل ديالو شوفوا الاخوان ما شاء الله وبالنسبه للعلفه الاخوان اللي كنعطيهم حاليا راه هو ذاك الخرطال حبوب ولي لاحظت الاخوان هذا الخرطال حلو الخرطال راه كينتج احسن من الذره كينتج يعني الحليب احسن من الذره الذره راه ما كيكون الانتاج ديالها قليل هاد المعزه ما شاء الله العام اللي فات راه ولدت ليا في يناير في الولده الثانيه وهاد العام راه ولدت ليا في الولده الاولى ديال نوفمبر الالف راه هو هذا الاخوان راه كنخليهم ياكلوا كنعطيهم واحد 20 دقيقة حتى نص ساعة هذا هو علاش كنسالي الحلب شوية معطل كندير تقريبا واحد 4 السوايع في الحلب لأن كنخلي المعز يعلف إن هذا هو العلف الوحيد اللي كياكلو هو هذا ما كنعطيهمش في الكوري كنعطيهم غير في صالة الحليب ومن بعد كنعطيهم البال ديال لونسيلاج ديال الجلبانة على بركة الله الاخوان راه غادي نبدا نحلب هاد المعزة كما كتشوفوا
هنايا فين غادي يطلع كيتسجلوا الليترات اللي كتحلب كل معزة. الآلة الحالوب راه من دوك الاخرات اللي كيحلبوا اوتوماتيك. الثقل هذا دابا هاكا نخليهم يطولوا هنايا كيعلفوها الاخوان، راه مسخين هادشي هنايا كما كتشوفوا كيبقاو كيديروا داك. كيفاش كتحلبها الاخوان هاد آلة الحالوب، راه ملي كتحلب كتسالي الحلب ما كيبقاش الحليب في الضرع ديال المعزة كتحيد بوحدها، يعني ما كتحتاجش تحيدوه. الاخوان كيفاش كتماركي هنا، يعني كيفاش هنايا كتسجل الليترات والدقائق. يلا ليتر ان شاء الله راه عندها هاد الدرع رطب كيتحلب بواحد السرعه ما شاء الله. انتما الاخوان راه مشات بقات فيها الحليب بزاف، مشات كتحلب. شوفوا شحال من ليتر وصلنا دابا، ما شاء الله 8 د الليترات الاخوان، 8 لتر واصله ومازال فيها الحليب. تقدر توصل ديك 10 د الليترات، كميه ما شاء الله 10 د الليترات. ولكن الاخوان راه من بعد يعني من بعد اليوم بدات تحلب ديك 4 لتر ونص حلبه وحده. اما الا جينا نتهلاو هاد القطيع راه قطيع ممتاز الاخوان، خصو غير شويه تهلو، كون نتهلاو فيه بواحد العلف اللي منتج للحليب ونحلبوه حلبتين في اليوم، راه هاد المعزة تعطينا 8 لتر في النهار ولا 7 لتر. ولكن حلبه وحده الاخوان تحلب 4 لتر حتى 5 لتر وما فوق. مثلا هاد المعزات اللي كيحلبوا لترين وثلاث لترات كون تهلاو فيهم راه يحلبوا حلبتين في اليوم يعطيونا 4 لتر 3 لتر ونص 5 لتر كل وحده. واش ما شاء الله هذه هي راه معزه ممتازه، خصهم غير تهلاو الاخوان راه يعطيو الحليب اكثر من هادشي اللي كتشوفوا. لان كنعطيوهم غير الخرطه، الخرطه راه يعني ما ماشي شي علف ممتاز اللي منتج للحليب. نوصلو فين نتوما الاخوان، 9 لترات ما شاء الله، 9 لتر ومازال كتحلب تبارك الله، اللهم صل على الحبيب. غادي تحلب ان شاء الله 10 لتر ان شاء الله بفضل الله. عشرة لتر الاخوان ما شاء الله، شفتوها 10 لتر فاصله جوج. عشرة لتر الاخوان، 10 لتر الكمية اللي عطاتنا هاد المعزة هادي، الله يبارك. الدرع ديالها كيبقى كيف حل ديال البقره.